انسحبت السناتور إليزابيث وارن من سباق ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لتنحصر المنافسة بين المرشحين بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. التقرير التالي مع مراسلتنا في واشنطن بشأن أهم ما أفرزته نتائج الثلاثاء الكبير بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي. رغم بدايات متعثرة تدفع انتخابات الثلاثاء الكبير المترشح الديمقراطي جو بايدن إلى المقدمة، يفوز بعدة ولايات ويحظى بدعم كبير من مترشحين تركوا السباق. المترشح اليساري بيرني ساندرز في المقابل وبعد تقدم كبير في استطلاعات الرأي يتراجع في صناديق الاقتراع. نتائج تظهر معركة قادمة في الحزب الديمقراطي بين جناحيه التقليدي المتمثل ببايدن والتقدمي اليساري المتمثل بساندرز. هذا التنافس يشبه نوعا ما شاهدناه في 2016 ما بين بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون. الآن المنافسة جيدة بالنسبة لي، يجب على الحزب الديمقراطي أن يحدد هويته. رغم ذلك يظهر الثلاثاء الكبير حماسا كبيرا لدى الناخب الديمقراطي وإن أظهر تباينا في أولوياتهم. ذهبت أصوات الشباب لساندرز بينما ذهبت أصوات الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية إلى بايدن، لكن معركة الناخب الديمقراطي ليس من ينجح من المترشحين الديمقراطيين ولكن من يستطيع هزيمة الرئيس الأمريكي. لا يأبه الرئيس الأمريكي لما يحصل داخل الحزب الديمقراطي، يؤكد أنه سيفوز بمعركة الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن مرشح الديمقراطيين. تتضح الصورة أكثر فأكثر لجهة مرشح الديمقراطيين بعد حصر المنافسة بين بايدن وساندرز، وبغض النظر عن من سيفوز بترشيح الحزب الديمقراطي يبدو الجمهوريون واثقين من فوز رئيسهم ترامب بولاية ثانية. أعتقد أن عائلات أمريكية من أصول أفريقية أكثر فأكثر تدرك أن مفتاح الوصول إلى مدارس ووظائف ومجتمعات أفضل هو الحزب الجمهوري وسياساتنا، وأعتقد أن لترامب فرصة للتواصل مع الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية. إن كان يصعب التكهن بمن حصل على عدد مندوبين أكثر لحين انتهاء فرز الأصوات، فلا يصعب التكهن بالتحديات التي تواجه الديمقراطيين. بايدن تلاحقه قضية عمل ابنه مع أوكرانيا، أما ساندرز فقد التصق به وصف الاشتراكي. ولدى الديمقراطيين ككل التحدي الأكبر وهو حشد ناخبيهم وتوحيدهم حول مترشح متفق عليه أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ريما أبو حمدية، العربي.